يجلدك ويرجع يسولف معك شوي، بعدين يرجع يجلدك، بعدين يرجع يصيح يعطيك ذيك الصيحة، بعدين يروح لواحد ثاني شوي يرجع لك. ايه الله الله يا عيون ما تذوق النوم ساعة، تسهر الليل الطويل وترفع اشعار الشجاعة، والشجاعة الشجاعة سلام عليكم. سلام عليكم. بس كذا انتهت السالفة. امس قالوا ادخل بدخولية ومدري ويش، وسووا لنا دخولية، يقولوا لنا التعليقات طفشنا بالدخوليات. ايه قالوا سووا دخولية، قلت اوف 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 ازهلوا بس تجهزوا يلا. سيف راح يسوي دخولية عند باب الاعداد. ايه ما بعد صارت في البرامج الواقعية، راح اسوي دخولية فنانة فنانة. كلهم يسألوني وش الدخولية وش بتسوي، اوه مستعدين يا ولد. وي ولد ما شاء الله عليه في محمد في الجمهور. ليتني ما قلتها، تحسفت انحسرت. اي ولد انا في واحد رحمته عبد الله شداد، كنت فاتح بث معه، قلت له شداد كيف لجيت ترجع القناه وش بتسوي دخوليه؟ قال والله لا انزل برشت. قلت يا ولد كيف؟ قال في هنا في نساح في طائرات شراعيه. قال والله لا اخذها وانزل. قلت على القوه اخر شيء خربت، حطها لحظه تلقى. وش كيف دخوليته عبد الله؟ ها؟ يقول بنزل برشت. دخل مع الباب؟ ها لا بالطياره. هو الحين دخل مع الباب يعني. اخر شيء دخل مع الباب لحظه تلقى خربت دخوليته. ايه انا قبل البرنامج نومي كان زين والله العظيم يا رجال، ان لو اقعد 24 ساعه صاحي وارقد نص ساعه في فراشي اقوم صحصح. كان روتيني كويس، اكل شرب مرتب، فيتامينات كويسه. ودي اطلع احلل اسوي فحص سام تحليل شامل البلاوي، ابغى اشوف الفيتامين. ترى البرنامج انا اسوي تغذيه والله، ابغى اسوي تغذيتنا الغربي بس اول برنامج قبل المكسرات. الله على الكاجو على المكسرات، دق فيها ليه تتخب. احمد ربكم حلال غير ولا محلهم. عندهم فروع في الرياض. هنا ما في محل؟ لا بس يجيبون اغراض كل شوي. ما قد ذكت والله خاطري. ودنهم يجيبون فطاير الحين. مين الفطاير؟ اذا في فطاير. مين هم الفطاير؟ ها؟ شبوا منك الفطاير. مين هم الفطاير؟ شبوا منك الفطاير. فطاير ايه؟ يا حليله ذاك. عبيط. لحظة إدراك الحين سولف، ترى والله ما أدري شنو أقول. حتى لو أنا أرد عليك وأنا ما أدري شو أقول، بس بستمشي رد يمشي أمشي بس. أنتوا وش تبغون بالضبط؟ ما أدري. شبي. إيه. السلام عليكم. بس خلاص. وبس. خلاص تقول لهم السلام عليكم وانتهت السالفة. لا لازم كذا السلام عليكم. هلا. ايه ابغاه يقول لي اوكي علشان اخذ لي قطه، عرفت؟ ايه انا رجع كذا نظامك يعني. ابغاه عشان احد يجي يتجمع، ولا ما تجمع انا ذا الحين دايخ. تكفلني نص ساعه، نص ساعه عرفت نفسك. نص ساعه لو ارقد هذا الحين امسك لك البث. لا الظهر بس نص ساعة مع العصر مهم. ايه ما نومة العصر مهم زين. ما تصلح نومة العصر. نومة العصر. رجال هنا نوم ما تعرف عصر مغرب عشاء ارقد بس. لا والله ما تفرق الوقت. والله انك ما تفرق الوقت. رجال الناس من اول يرجع يرقدون بدري. الحين العالم عادة عندهم النوم الطبيعي بعد 12 او الساعة 11. من يلاحظها؟ كل الناس. حتى الورعان نومهم طبيعي بعد 11. خلاص الناس طيب. مرض الدوامات خلاص تبدا تمام. لا غلط في خلايا ترى ما ترقد الا في الليل. صدقت خلايا في المخ. اي بس انت لو تلاحظ الحين في ناس خلاص اغلبهم ضاربه.
أنا